Eu a vida ao dar Coca-Cola, bem. Pedro. Foi a Doripran Mehdi, que nem o Razoni, Doripran, a.k.a. بديت في اول تراك اللي حتو في 2012. مهم كان داك الشيء قبل الكتابه والعيبات، ولكن اول تراك تلاح هو في 2012. صافي 2012 2013 2014 جاتني واحد لاشوت، مابقيتش درت فيها حتى شي لعيبه. هي فين غتجي ديك الساعه الخدمه، وتولي تخلص الخدمه مع القرايه، وتولي المهم هادشي عادي يدوز منه بنادم، ومزيان يدوز منه بنادم باش يتعلم، تعلم في الدنيا بعدا شنو دير، فهمتي؟ تقدر ما تجيبهاش بموسيقى ولا بقرايتك ولا شي لعيبه، ولكن خصك تعرف كيفاش تخرج راسك. المهم درت هذيك البيريود ما بين 2014 حتى 2017، دازت كامله خدمه وقرايه، فهمتي؟ حيد منا واحد العام كان طرا في واحد المشكل، من بعد صافي خدمه وقرايه، فهمتي البلان؟ وسط ديك خدمه وقرايه انت راه باغي ترجع لذاك الشيء اللي كدير، كنتي كدير شحال هادي، ولكن الوقت اللي ما خلاتكش، علاش؟ حيت عندك نهار كامل عامر كتقرا وتخدم، ملي كتبغي دير شي حاجه ديالك راب مثلا كتبغي تسجل تراك كتلقى ما عندكش الوقت بزاف، ولا سجلت شي تراك السيمانه سير واحد الشهر ولا شهرين عاد باش تصورو، تسنى واحد 6 شهور اخرى باش يقدر يتمونطي، حيت انت ديما ما غاتكونش مليان مع داك اللي غيصور لك ولا اللي غيمونطي لك. صافي هي فاش جات 2017 رجعت بواحد التراك سميتو تريب تاب، ما دار والو، عاوتاني ماشي تهرست، ولكن عاد بقيت مشبع عاوتاني الخدمه وتوشيات، خدمت في لوطيل غير والعيبات، قريت شويه توشيات، بقيت غادي بخير. جات واحد الوقيته هي فاش تسجل الطش، الطش كيفاش تسجل اصلا ليستوار ديالو ما معولش عليه، بحال قلتي كيفاش غنشرحها لك، واحد اللعيبه ما معولش عليها، درتيها بوغ لو بليزير، لقيتي راسك صافي خاصك تكمل. صافي تسجل الطش تلاح، داك الشيء اللي دار الطاش، داك الفيدباك اللي دار الطاش، وليت نحس بالذنب انا الا ما كملتش، فهمتي البلان؟ بحال هاد الفرصه اللي جاتك دابا الا ما كملتيش فيها راه ما غدير والو، ديك الساعه خدام شنو غدير؟ غتبقى خدام ولا غتبع داك الشيء اللي كيتبغي؟ اه باغي نتبع داك الشيء اللي كنبغي، ولكن انا ريح، شكون اللي غيضمن لي هاد الوقت كامل انا كيفاش غنعيش؟ باش غنعيش؟ حيت الا ما خدمتيش في هاد الوقت راه بعدا انا مني وجبد، فهمتيني؟ راه خدمه مزيان واحد يكون خدام متشدي لبنادم، يكون كلشي كيديرو لراسو، شكون عنده واحد، حيت المغرب شويه مهم. تلاحظتش انا راه في الخدمه تخيل معايا خدام، كيجي عندي بنادم تيقول لي طش، يقول لي كوب سطر من شي لعيبه، تنجاوبو انا بشي سطر اخر وديزه بحال هكا، فهمتي؟ داز الوقت عاوتاني وما كضرنيش ديك اللعيبه ديال زعما خدام وكيجي بنادم يتصور معاك، بالعكس كنقول راه درت واحد الحاجه زوين. من بعد تلحسنا جي لي اوديو صافي، بداو كيجوني شي لعيبات اللي خصني ضروري نمشي ليهم، واش فهمتي البلان؟ ماشي شي واحد بغى يدير معاك، بغى يصور لك كليب عجباتو خدمتك، بغى يصور لك كليب، واحد اخر بغى يدير معاك انترفيو وانت ما عندكش الوقت، واحد اخر بغى يعاونك في واحد الحاجه اخرى انت ما عندكش الوقت، علاش؟ خدام ديك الخدمه اللي خدام انت راك ما حملهاش، خدمتها على قبلك انت، باش خصك شي حاجه تكون انت اللي كديرها لراسك. صافي واحد الوقيته ونرجع شنو ورصنا جي ماكينه، الله يعطيك الصحة خويا. العلاقة ديالي معايا صان من بخير، دري ترونكيل، فهمتي؟ الله يسهل عليه، عاوني تا هو في الطش، فهمتي البلان؟ عاوني في الطش، هو اللي سجل ليا وكاميرا ديال خو محسن اوكي، صور ليا الصديق. دونك تبقى واحد الدراري ديما يشوف ملي شي واحد يدير معاك واحد اللعيبة في الاول عمرك تنساها، واخا تكون عطاك بنانا ولا عطاك ليمونه ولا ما تنساهاش، حيت من بعد يقدروا يجيوك شي وحدين اخرين باغيين يخدموا معاك ولا باغيين يعاونوك في شي لعيبه اخرى، ولكن انت ديجا دويتي على واحد الانسان دار معاك مزيان في واحد الحاجه، سجل لك تراك اللي كنتي انت اصلا ديك الساعه ما عندكش فين تسجل، جا عندك حتى الدار سجل لك تراك، دونك ما خصكش تنسى هاد اللعيبه. فيت مع عصام غيكون ان شاء الله، ها هو واش قريب ولا باقي، ولكن غير جابو وحدو نجي البلان فيتشرينغ مع طوطو، جابو وحدو. كنت ديجا انا لحقت اخر تراك سميتو كارنافال، وكان ديك الساعه خصني فيتشرينغ، فهمتي؟ انا خصني في الشين ديالي خصني فيتشرينغ، واش فهمتيني؟ حيت ميمكنش تبقى غادي بوحدك، راه غتبقى غادي بوحدك، ولكن راه ضروري خاصك فيتشرينغ، فهمتي؟ هذا هو الجيم. صافي عيطت ليه، واش طه فين؟ اصلا كاين الفايب بينو وبينو، واش فهمتي البلان؟ ماشي ديك اللعبه الو طه جيرا،
فهمتي كاين الفايب واش فهمتي نعيط طلي جا مشينا جديده ستنا ليله سجلنا التراك جينا داز السيمانه صورناه السيمانه اللي وراها المونتاج كدا صافي بقات تلعب التراك ما ميكسيش ها النقطه مهمه التراك ماشي ما ميكسيش هذاك الكليب اللي درنا حنا ستريت وستريت في قبل الصوت ديال تشيكو مثلا فاش كنصرفوا الفران تيبان لك كلشي تيقول تشيكو كتسمع لافو ديال بنادم اللي كان معاك في الكليب واش فهمتي البلان الصوت ديال الفلامه الصوت ديال التصاور زعما فاش كتكدو شي شوتينغ وسط كليب كتسمع التكتك ديال التصاور التمشيات دونك هادشي حنا دايرينو اكس بري في الكليب فهمتي البلان حيت كليب ستريت وهادي طوندونس اللي كاينه دابا واش فهمتي في كليبات كاملين كتقال تراك مخلط مع لو سون ديال ستريت واش فهمتي البلان فاش غيطلع سبوتيفاي غير باش غتسمعو ديك الساعات حيت ما غيكون فيه والو ديك الساعه خاوي كوبلي ديال طوطو كوبلي ديالي روفران ما كاين حتى شي لعيبه اخرى كاين لا فلام لا صوت ديال بنادم لا حتى شي لعيب مي الكليب كان عندنا اوبليجي نديرو داك الشيء حيت حنا بغينا داك الشيء دابا كندير الراب شحال هادي ما كنت كندير كنت كندير بزاف د الحوايج ابار فهمتي كما قلت لك في الاول راه قريت لوطيل غير خدمت فيها فهمتي وكنت كندير الراب وحتى دابا باقي ندير الراب بوحدو فهمتي والراب تورى فيه بزاف اللعيبات اللي هما خدموا وما كيصحابهمش بنادم خدم فهمتي تقدر توب لاين لبنادم يخلصك تقدر تكتب بنادم يخلصك وغادا بيضودان في كوكاكولا البيض في كوكاكولا بيضودان الفينيد في كوكاكولا حنا درنا هذيك بيضودان قولك علاش درت بيضودان هذيك بيضودان درت على قبل شي واحد اللي شاف مثلا الكليب مع بواه ولا شي واحد اجي شاف الكليب مثلا اب شاف الكليب سطح معاه في يوتيوب شاف الكليب ديالك هذيك بيضودان في كوكاكولا انا نقدر نقول انا البيض في كوكاكولا ولا طن في كوكاكولا واش فهمتي ولكن بيضودان كتدخل لهم هذيك السميه ديال اللعاب فهمتي في كوكاكولا حيت شحال هذي كان سبونسور ديال ما عرفتش واش الراجا ولا الوداد اللي كانوا عندهم سبونسور ديال كوكا وكان كيلعب معاهم بيضودان انا خديت هذيك اللعيبه بيضودان في كوكاكولا باش اللي كل واحد غيطبق كيف ما بغى فهمتي ما غيسمع شي واحد اجا يقول بيضودان كيلعب كوره كوكاكولا راه واش فهمتي يقدر يعرف راه سبونسور اللي كانت شحال هذي مع الفرقه ولا شي تمشيه ولكن انا كنعني بها داكشي اللي كان اللي غيفهموا الجينيراسيون بحالي واش فهمتي البلان اللي هو بيضودان في كوكاكولا بين بيض كاين بزاف اللي كاين دابا راه معروف جوج نقاط ورجع للسطر خويا شحال هادي شحال ضروري شوف كل اللي ما دارش دار شي حاجه اخرى فهمتي ضروري كتكون دوزتي شي لعيبات في الصغر ولكن من بعد صافي ما يمكنش لك تبقى غادي مكمل في داكشي حيت تولي داخل في واحد اللعيبات اخرين كدير بريمه بزاف وتولي وانت ديك وانت في هاد الوقيته هادي كدير بزاف د الحوايج تقدر شي حاجه صغيره دير بريميك بلا داكشي فهمتي البلان دونك صافي جات واحد الوقيته اش نقول لك الدراري اللي كيستعملوا بيضودان اللي كيستعملوا المسكه اللي كيستعملوا انا فهمتي كل واحد حر في داكشي اللي كيدير انا ما نقولش لك واحد الحاجه ما ديرهاش ولكن ضربوا قيس ولا ما دير حيت كاينين شي لعيبات بنادم كيجربهم في الاول كيجيو زوينين ولكن الا غرقتي معاهم انت اللي غتغرق ما شي اللعيب اللي قلتي انت دابا هاد اللعيبه كيفاش عيطوا علينا البولفار ديال الله مريح في الدار انا والوالده وحق الله لان الوالده مريحين في الصالون معنا الوالده كنبارطاجي مع اي موضوع انا اللي كاين فهمتي دولي فريلانس نو برادر ديما كنقول هاد اللعيب نقدر ندوي معاهم في اي موضوع مريحين بحال هكا شندو ما عقلش علاش كنا كنهضروا المهم كونفرساسيون مشات ليا مريح انا وياه ويصوني التليفون وما بغيتش نجو ما بغيتش نجو قلت صافي شندو مع الوالد دخل هاد لابيل حتى من بعد لا عاود عيط راه غادي نجو الوالد تلقات عليا جاوب ماشي موش جاوب ديك الساعه وي الو السلام عليكم وعليكم السلام طن 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 كدا كاين بولوار طن هادي صافي ما خلاوش ليا فين ندوي هذيك اللعيب اللي غتقدر تقول انت على شي حاجه بغيتيها شي حاجه في الكاشي شي حاجه كدا ما خلاوش ليا فين ندوش فهمتي البلان دونك صافي كي صافي انا معاكم ماشي مشكله في التيزي هادي ودازت اكسبيريونس زوينه بالرجوله والبولفار داز احسن شو بعدا بالنسبه ليا من نهار بديت في حياتي كرابي هو احسن شو داز حيت السين كبيره واغبان كيجي يقدر يجي بنادم فهمتي ها سامع راه كاين فيستيفال غيمشي ما بنادم مخلص عليك لا 100 ريال لا 100 درهم لا 300 درهم لا 1000 درهم جاي فابو داخل فابو ولا ما عجبتيش غيسير عليك بشي لعيب من الاخر صافي داز الشو زوين الناس ديال البولفار تما عجبهم الحال انا عجبني الحال فهمتي البلان صافي وداز نقيه
شيخ الطراكس ما بيني وبينها والو. انا داك الطراكس لحشو علاش؟ حيت كشفت واحد الفيديو ما عرفتش كان شي فيستيفال في شي بلاصه وكان واحد خونا ما عرفتش منين هي اللي كتقول نيت في العيب ديال الطراكس خصاص ما دابا الخصاص مره ما عارفاش الدراري فين كاينه باش تعرف هي شي بلاصه تلقى شي ما عرفتش شي مدينه ولا شي دوار ولا شي لعيبه جايين لداك الفيستيفال بغينا نتفرجوا فين بغينا نتفرجوا بغينا نتفرجوا في شيخ الطراكس تخيل معايا ام ديال بنادم جاي على قبل شيخ الطراكس وكيفاش كيدوي داك خونا هربوا ليا وتعطلتي والطراكس وصحابو كيغوتوا والخصاص ما انا شفت داك الفيديو عشت الليله كامله وانا كنضحك والغد ليه في الصباح وصلني لانس ولا داك لانس مش حال هادي وانا مصدع ادم كاي باش تصوب لي شي واحد بحال ديديكاس ادم كاي المهم وصل لانس تري سجلنا كان معايا اللون في الدار ديك الساعه ولا سجلوا ليا صافي قلت غنسمي الطراكس حيت الانسبيراسيون جات من داك الفيديو فهمتي البلان وفيها جوج لعيبات فيها الطراكس وفيها الطراكس زعما الطراك راه طراكس واش فهمتي كيريب كيبنيكي شنقول كاينين دراري كيديروا لعيبات زوينين ولكن ماشي بزاف كاينين شي وحدين بحال مثلا طه داكشي اللي كيدير زوين فهمتي ضربت انا وياه في جيرينغ كاينين دراري اخرين تما عندهم لعيبات زوينين ولكن داكشي مع الوقت فهمتي البلان انا ما تنبغيش نقروش فهمتي ما بغيتش نقول لك داكشي اللي كاين حتى باق حاجه طرات عليا بزاف هي واحد العام دازو عليا واحد اللعيبات ولكن ما خديتهمش نيجاتيف فهمتي خديتهم بوزيتيف باش نتعلم واش فهمتي البلان حيت مزيان طالك هذيك اللعيبه اللي كنتي انت كتستاهلها واش فهمتي حتى باش كتكون في بنادم 18 عام 17 عام تيكون عنده واحد العقل ماشي العقل ديال دابا فهمتي واخا تكون دغيا غتوصل ل 20 عام من ديك 17 عام ل 20 عام ما كايناش 19 18 هذه 20 واش فهمتي اش بغيت نقول لك 17 20 عام ضروري غدوز من هذا الشيء واش فهمتي صافي كما قلت لك ما خديتهاش نيجاتيف تعلمت منها فهمتي صافي وحاولت نحيت بزاف ديال اللعيبات واش فهمتي اللي كانوا هما اللي جابوا لي ديك التوشي حابس حتى واحد ما كيجي عندك تيقول لك لا راه خاصك دير واش خاصك شي حاجه نعاونك واش وتنقول لك لي زابيل ما بقاش كيعيط لك بنادم صافي انت بحال تمحيتي من الدنيا وكما تلاحظتش هذوك الناس اللي ما كانوش كيعيطوا لك في ديك الوقيته فاش طرا لك البلان عيطوا لك وكما عيطوا لي انا درت فيهم في هذاك النهار علاش اخويا ما عيط لي اليوم شنو بين كاين واحد هو اللي رجع في ديك البريز ديال لا خاصك دير شي حاجه حيت كنت نتلاقى هو كل نهار في قهوه كل نهار تنقف في قهوه قبل ما نمشي ندخل للخدمه في السيرفيس كنت كندخل مع الخمسه ديال العشيه باش كنفيق مع ديك الجوج ثلاثه كنمشي نشرب قهوه ونشرب في المناظر ديالي تخيل معايا كل نهار كوبلي كل نهار طراك ماشي كوبلي اشرب هاك ديال الزيو في ودنك انا كنت كنرابي على ولاد الدراب الناس في ديك الوقيته فاش ما عنديش فين نسجل وكنحس براسي بوحدي كتحس براسك باغي دير شي حاجه ولكن باش ما عرفتش واش فهمتيها ما عرفتش باش غديرها كندور بكثرش ديك الفقصه بنادم كنعطيه لي زيت في درب باش نقول ليه سمع كيسمع معايا ديسك بقى كاع ما خير شي ديسك يلاه غيتلاحو دابا يلاه غيتلاحو سامعين مولا الدرب قبل من كلشي كنت كنريح مع اشرف في قهوه والو خصك تسجل خصك دير بحال اللي قلتي ورجع فيا برونش في ديك البريز ديال لا راه خاصك دير شي حاجه حتى بقيت صافي مابقاش بغي ندير والو ويست كنت لاحظت نهاجي ديك الساعه باقي خدام كان واحد الدري مريح فهمتي كليان مريح جيت غناخذ من عنده لا كوموند العيبات ويقول لي دولي شحال الضو بليز فهمتي دونك دو معاك بداك الشيء اللي كدير وانا نقول له وسط السيرفيس ديالك اللي ماني بدلك شاد البريز ياه فهمتي البلان صافي مني منك كذا قال لي راه كنعرف واحد الصاط سميتو واست هادي تي خويا راه عندي السود وانا فين نسجل زعما راه ما محتاجش فين نسجل وكذا المهم مشينا ديدي سليم واحد الدري سميتو سليم تاهو فحالك ديدي سليم دري في شكل المهم ويست نهار مشيت عندو سجلت عندو خمسة تراكات في شي ساعة ولا ما عرفتش شحال خمسة تراكات ساعة ونص ولا ما عرفتش المهم خمسة تراكات متابعين واحد مورا واحد دونك هادي شنو تتسنى سجلتي خمسة تراكات عند ويست ما تتسماش خدمتي مع ويست ولا حيت هو ملي سمع دوك خمسة تراكات صافي بحال لا
على بغا يشدني بيهم فهمتي. ماشي قال لك صافي ما بقاش يبغي يدير معاه والو خد طراكاج كامل سير لوح وما شي لعيبه لا خلصني في لي سيسون ديو وانت اللي مانفيتين واش يقول لك خدمت معاه. قال لي في ستريت ارت ديالكم نتوما فاش كنتو داير البلاطو وتمشي ديال تالي مانفيتيني وسجلت عندك من بعد كتقول لي خلص ولا ما خلصتكش خصني اللوح من خصو اللوح من عنده وانا نبقى نتخلص من عنده وانا علاش خارج من الخدمه اصلا ما باش نخدم الراجل ايه هو هادشي ما كايناش خدمه مع واسط الدراج نخدم الراس واسط مسجل عنده 5 تراكاج باقيين عنده بقى كيتسناني نخلصو فيهم وما غنخلصوش غنعاودهم عندي في الدار بلان ديالي مع البي ام اكس بي ام اكس استوار شي بي ام اكس عالم بي ام اكس كنت كن شاد السي اللي كتشوف عندي دابا في الراب كنت في البي ام اكس فهمتي بي ميك شنو لاباس بعتي بي ميك شنو غي صحابك انت تنقاز اوليات فهمتي طومبلان لعيبات انا ما كنتش كننقز كنت كنمشي في الارض ولكن ديك في الارض فيها بزاف اللعيبات تقدر نحيد رويضه اللورانيه نبقى غادي بيكاج القدامين نحيد القدامين نبقى غادي مكابري واش فهمتي البلان شي لعيبات كنت كندير بها علام كنت كنقصر في الارض زعما داكشي اللي كندير كامل في الارض واش فهمتي شويه بوغي عاوتاني بوغي والناطاسيون بي ماكس المهم روينه اكستريم كامل دوزتو داكشي علاش دابا الاكستريم ما يمكنش لك تقصر بي ماكس وانت ما ديرش لي زيات في ودنك دابا ديك الموسيقى اللي غتكون خدامه في ودنك انت في نظرك شنو هي غتكون فهمني تكون يا اما فافا بزاف فا الراب فا الهاوس فا بزاف التوشيات اللي انت اصلا داكشي كبرتي فيه من الصغر اللي هو الموسيقى كيزيد يكثر شي على شي وسط ديك البي ماكس والبوكي راه كانت كشبه وكان الراب وكان كاين بزاف الموسيقى ما كنعرفش لوح بريك دانس ولكن كاينين شي لعب كي عرفتي دوك كتكون اللي في خويت سيزون عرفتي ملي تكونوش العام كامل كي كيكونو حتى في الموسيقى هاد اللعيبه تنقولها بعدا تخرج داك شي تراك من الجن فهمتي كتكون انت دير استراتيجي غتلوح هذا ولكن كتكتب شي تراك شي اتي غير اكثر من الاخر واش حيت الاخر كان عندك سمعتي بزاف دير عادي ملي كتسمع شي تراك ديالك بزاف ماشي ما كتبقاش حاملو ولكن كتقول راه صافي بحال طلع ليا في راسي شي بغيت لاح ونسمعو ولكن هذا اللي غنقدر نلوح في بلاصه بريك اللي غنقدر نلوح في بلاصه بريك دانس ماشي غير نلوحو اللي غنقدر نلوح في بلاصه حتى هو عالم فهمتي كلمه اللي فان ديالي يشوف عليكم بزاف قال الحب دراري ودريات ومازال جاي الخدمه ها الركشه الركشه ديال الدياسك جاي ويشوف على ستريت ارت والله يشوف بيتر شين سيفج ما فاك يا هاو